السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سيول العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة في موقع مميز بجوار شارع 10 ونادي ميرا والخدمات العامة، تصلح للسكن الدائم طول العام. شوفنا مع بعض واجهة العمارة، وموجود عندي هنا ده المدخل، صادنا عندي هنا بوابة ممتازة ومدخل راقي وأسانسير وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. شقتنا اللي فيها العرض، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. وصعدنا هنا على طول، موجودة عندي مطبخ أمريكاني، والمطبخ عندي هنا من الداخل متشطب كويس جدا. وصعدنا هنا موجود عند ريسبشن كبير ما شاء الله، متقسم عند تقسيم قطعتين ومتشطب تشطيب فوق ممتاز، تشطيب جبسون بورد وديكورات عندي سي ان سي. بندخل نبص مع بعض عندي على غرف النوم والحمام، هنا عندي صالة توزيع. على يمنا موجودة عندي أول غرفة نوم، مساحتها كبيرة ممتازة ما شاء الله، متشطب عندي كويس جدا، تشطيب جبسون بورد. وجنب منها مباشرة موجودة عندي هنا الغرفة التانية، ممتازة برضو ما شاء الله، مشطوة عندي كويس جدا، تشطيب جبسون بورد. جنبها على طول موجودة عندي هنا الحمام، بنطلع نبص مع بعض عندي على البلكونة ونشوف رؤية الشارع. ما شاء الله موجود عندي هنا تراس رائع وكبير وممتاز جدا، وطلالة ممتازة عندي على شارع عرضه 12 متر. رؤية الريسبشن عندنا هنا من زاوية تانية، وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل. ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا في الطابق الأول علوي أول طابق بعد الأرضي. العمارة عبارة عن 6 طوابق، موجودة عندي أسانسير وحارس خاص للعقار، وشقتنا مسجلة في جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان والتعمير، وكاملة العدادات كهرباء مية، زي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 100 متر، السعر 440 ألف جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض، السعر بالدولار 11 ألف دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.